محمد أول شيء كان عليه الصلاة والسلام خلق ب 12 ربيع الأول. تمام. وهذه مثلا الله بعد مثلا يعني يهديهم للناس اللي كانوا عم بيكفروا ويعملوا أشياء ويعبدوا الأصنام وهم هدول الأصنام أصلا ما بي ينفع ولا يضر. أيوة ولا ينفع ولا يضر. ف ولما كبر سيدنا محمد هو ببطن أمه مات أبوه الله يرحمه. كمان لما صار عمره 6 سنين أمه كمان ماتت وأخذوا جده عشان يعني يربي. بعدين مات جده أخذوا عمه كمان نسي الأسماء. أنا بس مش مشكلة اللي أنت فاكرة قولي. أنا عايزك تحكي لي عايدة من أول ما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي. لما نزل عليه الوحي قال سيدنا جبريل قال له اقرأ 3 مرات وحضنه 3 مرات. أيوة. وكان خايف كتير سيدنا محمد طبعاً. خايف كتير. نزلت هون سورة العلق صح. بعدين وقت ما رجع على البيت عند سيدتنا خديجة قال لهم غطوني بما عنكم يعني. فبعد ما هدى هيك شوي عرف انه راح عند ورقة ابن عمه. رحت عند عمه. ايه ابن عم السيدة خديجة. ايوه. وقعد يقول له انه انا نزل علي وحي وقال لي اقرا. فقال له انا عارف وفي من قبل النبي نزل كمان عليه وحي. فقال له هذا بيقول لك مثلا انه انت لازم تنشر الدين او شيء يعني. ايوه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح ينشر الدين ويقول للناس اقربوا بقى. ايوه اقربوا. ايوه. وصار في قوم يعني مسلم واسلموا فيه لانه هو صديق الامين. فاكثريتهم صدقوه كويس. ايوه. وصاروا يعني مسلمين بقى. أيوة. الحمد لله. بعدين اجى راح عند قريش. كم قريش صاروا يعصبوا هيك ويقولوا انه اخذوا يعني قومنا وصاروا يعطون دين ثاني ما عم يعبدوا الاصنام. ففي يوم كان وقتها بدهم يهاجروا لانه كانوا عم بيعذبوهم كثير قريش. ايوه. ف عشان ما يسلموش او يرجعوا عن اسلامهم. ايوه. وكانوا بيرجعوا عن اسلامهم؟ لا. أيوة. ابدا صحيح. حتى لو سلخوهم وضربوهم. ايوه. بعدين قرر اجى واحد من المواطنين يعني المسلمين يعني راح لعند سيدنا محمد وقال انه خلينا نهاجر الى مكان ثاني لانه هنا ما بيحترموناش مش عايزيننا. فسيدنا محمد قبل. وبعدين صاروا يهاجروا القوم. بعدين عرفوا القوم قريش. فراحوا يتكلموا مع بعض ويقولوا انه نحن لازم نقتله. لازم نجيب من كل قوم قوي رجل قوي ومع الاسياف قويه يعني. راحوا على بيته لسيدنا محمد ناطرينه حتى يطلع يصلي العشاء. وقت ما صلى العشاء نزل سيدنا جبريل على محمد وقال له ما تنام بفراشك هذا اليوم. هذا الوقت راح قال له سيدنا محمد لسيدنا علي انه نام بفراشي وما راح يصير لك اي مكروه. ثاني يوم وقت ما أذن العشاء بده ينزل سيدنا محمد عشان يفوت يعني يطلع يصلي ويهاجر. كان بإيده رمل ونفخ عليهم. فصاروا ما شايفين أبدا ولا شيء. فراح وصلى سيدنا محمد وهاجر على المدينة. وهناك صاروا يغنوا له أغاني يعني طلع البدر علينا. أيوة. واستقبلوا. أيوة. شكرا لك يا حبيبة قلبي. عايزة أسألك سؤال يا عيد قبل ما انتهي. لو لا قدر الله كنا في الفترة دي أو حد جه يساومنا عن الدين نسيب الدين؟ لا أكيد لا والله. طب قول لي بقى تحكي لي أنت بقى عايد. أقول لي بقى أحكي لي ولا كأن عايدة أحكي كده للأطفال اللي في سنك قولهم تحكي لهم إيه عن سيدنا محمد. أول شيء كان سيدنا محمد بعار حراء نزل على جبريل
قال له اقرأ. نعم. ما أنا بقارئ. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان مرة تانية قال اقرأ. قال كمان ما أنا بقارئ. كمان مرة تانية قال اقرأ وعطفه ثلاث مرات وقال ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالعلم. ونزلت الآيات دي، نزلت الآية السورة. السورة. بعدين وتمارح بيته عند خديجة، ستنا خديجة، قال لهم غطوني بأي شيء كده، كان بردان لأنه. بعدين يوم الثاني وقت ما كان يعني انه عرفوا هدول انه خبر الاسلام ايوه الناس وقربوا اي وقال هو عرفوا اهل قريش كون قريش. بعدين صاروا يتفقوا من شان انه عصبوا كده، صاروا يتفقوا من شان يقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجوا الناس من قريش مشان يقتلوه، صار مجموعة وش اسمه كل قبيلة واحد بقى قوي وكده. ايوه معهم سيوف. نعم سيوف. قالهم ان القائد قالهم بس خليه يطلع للصلاة واحنا نموته. ايوه نزل جبريل، سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له لا تنام على هذه الفرشة هذه الليلة. صحيح. فهرب هو، قال له اهرب كمان. هرب ونام بدل سيدنا محمد سيدنا علي. اي الله. كان كبير ولا صغير سيدنا علي؟ كان صغير. صغير. تفتكر خاف؟ لا. بيقول تعرف سيدنا علي بيقول لي على الموضوع ده، بيقول انا ما نمتش ليله في حياتي هاديه ورحت في النوم قد الليله دي. تخيل بقى عينه كان صغير بس اتحمل المسؤوليه. كمل. كان خايفان يعني؟ لا، قال نمت ولا حسيت باي حاجه. ده سيدنا محمد قال له انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له انه ما راح يسيبك اي مكروه. صح. بعدين سالوه وين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له هرب. راحوا قالوا للقريش، قالوا مين بيلاقي سيدنا محمد نعطيه 100 جمل. راحوا كان راحوا لقوا كده اشياء على الارض، اثار. ايوه اثار. فتبعوه ف كان في هيك غار حواء. لا حراس. ثور. ثور. فكون كان قبل ما يفوتوا عليه سبحان الله، الله بعت عنكبوت وشبك هذا الاسم مشان ما يفوتوا. ايوه. وبعدين راحوا عصبوا يعني، وراحوا بعدين سيدنا عصبوا يعني ضايقوا يعني. ايوه تمام كويس عرفت. وبعدين بس ما راحوا هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر الصديق، أيوة، راحوا على المدينة المنورة. الحمد لله وصاروا يغنوا لهم. الله، أهم حاجة صاروا يغنوا لهم. الله عايز. جميل. عايز أقول لك على حاجة بقى، تعرف إيه عن سيدنا علي؟ لسه عايزك تحضر الحلقة دي بتاعتنا، أنا هتكلم عن سيدنا علي وسيدنا بلال وسيدنا خباب، كل العشر المبشرين بينكلنا هنتكلم عليه. عايزك بقى تبقى حاضر الحلقات دي. تمام. ربنا يكرمك.